تعال شوف معي هذا الروبوت الرهيب، الروبوت الخاص بالمسابح. طبعا هنا بنظف لك اللي هو أرضية المسبح، وبنفس الوقت ممكن انه يطلع على الزجاج او الجدار، يعني اي جانب مثلا موجود بالمسبح، وانه ينظفه حتى الاعلى، وبعد كذا يرجع وينزل للاسفل فينقيه من الشوائب او اي مثلا اوساخ موجوده. وطبعا في عندك اكثر من حجم، ففي اللي هو الحجم الكبير او حتى الاحجام الصغيره اللي تناسب لو كان عندك مثلا مسبح او مكان صغير.